الخبر اللي بعد كده، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قرار بتشكيل لجنة للطوارئ وللأزمات برئاسة اللواء أركان حرب أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الصحة والسكان، وزارة النقل، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الري والموارد المائية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة كمان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. نفهم برضه تفاصيل أكتر عن هذه اللجنة، إيه المهام اللي هتقوم بيها، وإمتى هيتم تفعيلها أو تخرج للنور بالفعل اللجنة دي. معانا على التليفون معالي السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. سيادة السفير، طيب لغاية ما يكون معانا سيادة السفير نتكلم بس شوية على اجتماع مجلس الوزراء النهاردة، لأن كان في عدد من الملفات المهمة اللي تم بحثها وكلها ليها علاقة بالشق الاقتصادي. طيب معانا سيادة السفير. سيادة السفير برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة السفير. طبعا احنا الحقيقة دايما كنا بنتكلم بعد اللي حصل في اسكندرية والبحيرة أهمية وجود ما يعرف بإدارة الأزمات، إن المعنى ده أو المفهوم ده يكون مطبق بالفعل على الأرض ونتعامل مع المشكلة قبل وقوعها مع أسبابها. فكلمني حضرتك عن اللجنة اللي صدر قرار بتشكيلها النهاردة، لجنة للطوارئ والأزمات، إيه مهمها وإمتى يعني هتدخل حيز التنفيذ؟ طبعا اللجنة التي أصدر السيد رئيس الوزراء اليوم قرار بتشكيلها لجنة الطوارئ والأزمات برئاسة السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء، دي مشكله كما اشرت حضرتك في بدايه التقرير من عدد من الوزارات. داخل تشكيل هذه اللجنه سيوجد ممثلين عن تلك الوزارات على مستوى عالي من المسؤوليه والصلاحيات، بحيث يمكن لهذه اللجنه ان تتخذ القرارات المناسبه فورا بالنيابه عن الوزارات التي يمثلونها ودون الرجوع الى وزاراتهم، حتى يكون هناك في سرعه في الحركه وسرعه في تقدير وتقييم الموقف واتخاذ القرارات. واللجنة شكلت اليوم وبيتم تفعيلها أيضا اليوم بممثلين عن الوزارات المختلفة، لها عدد 4 مهام محددة بتقوم بها هذه اللجنة. هي متابعة حالات الطوارئ في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية والقضايا المتعلقة بحالات الطوارئ وتؤثر على المواطنين. تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية، ليتواجد عدد من الممثلين داخل هذه اللجنة، وهناك عدد من الوزارات غير ممثلة في داخل هذه اللجنة بتقوم أيضا بالتواصل معها لإحتواء أي أزمة، بتقوم أيضا على اقتراح حلول عاجلة لهذه الأزمات، سواء بتوفير الإمكانيات المختلفة والضرورية من إعادة وتقديم تعويضات، بالإضافة أيضا بيكون عندها رؤية للإمكانيات المختلفة في المحافظات المختلفة، بحيث يتم توجيه إذا ما كان هناك احتياج لنقل عدد من الإمكانيات من أفراد أو معدات أو تجهيزات طبية من محافظة إلى أخرى، بيكون هي لديها هذه الرؤية وبتطلع بهذه المهمة. طيب هي اللجنة دي يعني تنعقد أو تتعامل مع الأزمة حال وقحة، ولا إحنا برضو عندنا في بوادر يعني وفي حاجات عارفين إنها ممكن ينتج عنها أزمات فيما بعد، يعني هتكون موجودة بشكل دائم ولا بس فور وقوع أي مشكلة أو أزمة ما؟ لا، هذه اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمواجهة أي أزمة أو أحداث طارئة، وبترفع تقريرها بصفة دورية للسيد رئيس الوزراء. بالفعل لدينا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكان به غرفة. طب إيه الفاصل أو يعني اللي احنا بنتكلم على المهام، احنا عندنا برضو المفترض في غرفة عمليات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمفترض إنها بتقوم بالدور ده، فهل هيحصل تنسيق ولا هتبقى اللجنة دي هي المعنية بالأساس والغرفة العمليات دي مش هيكون ليها دور في الفترة اللي جاية؟ لا، غرفة الطوارئ والأزمات اللي قام بتشكيلها السيد رئيس الوزراء اليوم لديها صلاحيات واسعة بمندوبين من مختلف الوزراء بيتواجدوا داخل هذه اللجنة، لهم صلاحيات يمكنهم من اتخاذ تقييم الموقف واتخاذ القرارات المناسبة. غرفة العمليات اللي تابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هي يعني ليها بعض الصلاحيات، ولكن اللجنة المشكلة الحالية ليها صلاحيات أوسع. تشكيلها أكبر. لديها إمكانيات وصلاحيات اتخاذ القرار نيابة عن الوزراء. نعم. تمام. طيب اكتمال المجموعة الاقتصادية النهاردة يا فندم، إيه نتيجته؟
يعني كان في عدد من الملفات الهامة في مقدمتها كان عرض تقدم به السيد وزير التجارة والصناعة عن مشكلات التي واجهت صناعة الحديد والصلب في المرحلة الماضية، وخاصة المتعلقة بأسعار الغاز وتوفير النقد الأجنبي واستيراد المواد الخام اللازمة. طبعا حتى الآن السيد رئيس الوزراء أشار أن 95% من الشركات أصبح لديها الغاز الطبيعي الذي يمكنها من أنها تنتج بكامل القدرة الإنتاجية، وده هيتيح لها توفير الاحتياج للسوق المحلي والأسعار تنزل في السوق المحلي، وأيضا بيتيح لها أن هي تقوم بالتصدير بصفة منتظمة خلال المرحلة المقبلة، توجيه أيضا بأهمية توفير النقد الأجنبي اللازم لهذه الصناعة المهمة. كان أيضا هناك توفير مبلغ 15 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات، وده من أجل مكافحة ذبابة الفاكهة، لأن دي بتأثر على صادرات مصرية بتبلغ قيمتها 5.5 مليار جنيه، فده أيضا قرار مهم. تمام، شكرا جزيلا سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء.